الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حوالكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحة وعافية وستر من الله تعالى. هذه الحلقة غادي نتكلموا على شخص الخليفة بن العباس. وشكون هو هذا الشخص؟ هذا اللي غادي نعرفوه بعد فاصل. كتعود أصول الخليفة بن العباس إلى تارودانت. كان كيشتغل تحت إمارة الباشا التامي القلاوي، خليفة بلدية مراكش، مكلف بأمور الشرق. جال هذا المنصب مباشرة بعد وفاة الخليفة البياز. كان من أعيان حمد الزاوية العباسية، وكان من ذوي الأملاك. له عرصة كتسمى باسمه، كتتواجد في درب مينزات بالقرب من الزريب، تحولت لحي سكاني. كان كيسكن بدرب الحبس اللي اصبح الاسم ديالو الان درب زروال، وسميت درب يعني درب الحبس. هذا الاسم هذا كيرجع لانه كان سجن في هذا الدرب هذا، وكان تحت الاماره ديالو انذاك. دارو كانت عنده دار كبيره كتمتد او رياض كبير كيمتد من درب الحبس، كيحادي درب الشبوك، كيقطع حتى الزريب. ومازال هذا الرياض هذا الان هو اللي كيعرف تصدعات كثيره، وما بقى منه غير الاطلال. كيتحكى عليه انه كان ميزواج، واهم زوجاته ام الغيث ارملات القيط من صبر. في سنه 1955 بامر من القلاوي قبل العباس بالراح في المدينه، يمنع على العيالات الخروج إلا وهما لابسين الحيك، وكل من خرقت الأوامر غادي تتعرض لعقوبات قاسية. الحيك طبعا كما هو معروف لباس تقليدي كيغطي الجسم كله. هاد القضية ثارت ضجة كبيرة وردود فعل في ربوع المغرب، خصوصا من حزب الاستقلال. وقام القائد العيادي اللي كان سهر القلاوي بجمع توقيعات والعرائض المؤيدة للقرار ديال القلاوي وبالعباس، لكن تدخل محمد الخامس حسم في الأمر والغى القرار. مباشرة بعد هذا الحدث خرج الأسواق توب نسائي كان موضة آنذاك، وأطلقوا عليه اسم توب كيت القلاوي، ولقى إقبال كبير من طرف النساء. شهور بعد ذلك توفى القلاوي بالضبط يوم 23 يناير 56، وكيتسجل لهذا الرجل أنه من رجال السلطة اللي رفضوا التوقيع والموافقة على نفي محمد الخامس، حاله بحال القيد العيادي. ونتيجة لهذا القرار هذا قام القلاوي بالعزل دياله ووضع مكانه بالمكي. هذا الأخير اللي كان المصير دياله القتل في الأحداث المعروفة بعد الاستقلال وتيران الخائنين. أحبائي، المراجع اللي اعتمدناها في هذا الموضوع هذا كترجع للأستاذ عمر أدرموش وقراءة في كتاب القلاوي عضلتي في البرو، والصورة من أرشيف الدكتور محمد نجيب المنصوري. أعزائي، حتى لنا غادي نتاكم حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ما تنسوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. أصدق التحيات.